أحسن الله إليكم. أيضا نأخذ سؤال الأخت أم سلطان، تفضلي يا أختي أم سلطان. ألو. نعم يا أخي لو سمحت بس على الشيخ. نعم. أنا عندي سؤال عن اللي طالع هذا، العباية الوسيعة وكمها ضيق يسمى بسكيني. طيب والثاني، السؤال الثاني؟ الثاني عن البناطيل السكيني هذه. طيب واضح سؤالك، شكرا يا أم سلطان. بالنسبة للألبسة فضيلة الشيخ الغير ساترة، العباية وغيرها، تقول الأخت ما رأي الشرع في نظركم فيها؟ الألبسة غير الساترة مثل فقدها، اللباس غير الساتر وجوده وعدمه سواء، بل ربما يكون وجوده سبب للفتنة وسبب للشرور، فعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله في لباسها، أن تلبس اللباس الساتر الواسع، تجتنب الضيق، أن تجتنب اللباس الذي فيه زينة عند الخروج من بيتها، أن تضفي العباءة على جسمها أو الجلال الكبير وهو الملاءة أو الجلباب على جسمها فوق ثيابها عند الخروج حتى تسلم من الأذى وحتى تستر نفسها وتكون في صيانة وحماية من الله سبحانه وتعالى في هذا الستر، فلا يطمع بها الفساق ولا ينظر إليها الطامعون وييأس منها، فالله جعل هذا سترا للمرأة وحفظا لها ولكرامتها. نعم.